الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله حيثما كنتم، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها.